استاذ بدر. اهلا بيك فندم. تفضل. شكرا. اخبارنا يا ترى؟ كل خير يا فندم. الحراسه وافقت تسلمنا كل الاملاك من النهارده لو حبينا. مستني ايه؟ ولا حاجه يا فندم. هبدا حالا في اجراءات الاستلام. طب اعمل لك اما شويه عشان انا عايز اصفي. تصفي؟ ايوه اصفي. والواحد فاضله في العمر قد ايه؟ على راي المثل رجل بره ورجل جوه. اللي تشوف سعادتك. على العموم احنا عندنا ممتلكات جايبه لنا النهارده اسعار خرافيه. عال 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 عال. بيعوا كله واختار اعلى العروض. حاضر يا فندم. استاذن انا بقى. ما شربتش قهوه لسه؟ ولا اقول لك بلاش احسن. يمكن تعمل لك حموضه في مكانك. طب يا فندم استاذن انا. الف مبروك سعادتك. الله يبارك فيك. مع السلامه. شكرا. شد حيلك. فوق فوق خالص. حاضر يا سيدي. بقول ايه؟ نعم. نقي اصغر كوبايات عندك. حاضر. اهلا وسهلا. الف مبروك. الف الف مبروك. اتفضلوا. اهلا اهلا. اهلا. يعني يا اخوانا بقالكم مده طويله ما بتسالوش. سنين طويله ما شفتكوش. اصل ما كناش عاوزين نزعجك والله يا بيه. الود ودنا يا عم ما نسيبكش ابدا. طبعا طبعا. طبعا ما انا عارف. احنا كنا منتظرين اليوم ده بفروغ الصبر. وكانت فرحتنا تكمل لو كان البي صغير لسه عايش. الله يرحمه بقى. ربنا يبشبش الطوبة اللي تحت راسك يا فريد يا ابن الغطريفي بيه. وازاي صحة سعادتك دلوقتي؟ بوم بوم والحمد لله. ان شاء الله دايما يا عمي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مش ده منزل ابو الغطريف يا بيه؟ من اعين المحمودية مركز البحيرة. عاوز حاجة؟ انا شعبان قريبه من محمودية مركز البحيرة بجوار الاسكندرية. يا حنن يا حنن يا جدع انت شايفني بقولك لله؟ بقولك عايز ابو الغطريف. كسيبه يا محمد خليه يخش. هو خاص علينا حاجة؟ اتفضل خش. السلام عليكم. ابو الغطريف بيه فين؟ اهلا وسهلا. انما اقول لابو الغطريف حاجات كتير رجعها لك. ايه يا بختك يا عم، عين عليك برده انا يالك. بس ايه رايك انهم طلعوا جدعان في الحركه دي؟ اهو برضه تلحق تتهنى بفلوسك قبل ما تموت. فلا الله ولا فالك. بعد الشر عليك يا عمي. اهلا وسهلا. عارف يا ابو الغطريفي بقالي كتير قوي ما جيش اسكندريه. من ساعه ما كنت جيت اقدم في مكتب التنسيق انا كنت عايز اخش الجامعه. جامعه ايه يابا؟ 48% دخلوا جامعه. انتوا كنتوا بتشربوا شربات. انت مين يا ابني؟ مين ده؟ ده شعبان ابن محمود الغطريفي قريبنا من بعيد ده. لا زي ابوك يا شعبان. ابويا مين بقى؟ ابويا ما خلع من زمان الله يرحمه. انتوا مش كنتوا بتشربوا شربات؟ ما تجيبولي شربات. حجبان يا ابو الغطريفي احب قوي جامد حقيقي. مفيش مناسبه تعدي الا لما اقوم بالواجب. حد يموت اروح اعزي، حد يعي اروح ازور، حد يتقتل اروح اشهد. يا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. طيب يا شعبان احنا متشكرين. العفو ده واجب علينا. فانا بقى ابو الغطريفي بيه من يوم ما اشتغلت في الاصلاح الزراعي في المحموديه. وانا ايه بقى يا شعبان؟ نعم قلت لك احنا متشكرين. وانا بقول لك العفو. فانا بيه بقى بيه تعبان وعاوز يستريح. ما واحد مستريح اهو. معلش برضه
يعني امشي؟ تعيش ونجاملك. طيب انتوا مش هتغدوني؟ الواحد بيروح اي معزه ولا اي ميتم يا بيتغدى يا بيتعشى. ده سفر يابا، ده انا جاي من المحموديه لغايه هنا. ان شاء الله في المناسبات السعيده. ما هو مناسبه سعيده اهي، ولا دي مناسبه منيله منين؟ وبعدين معاك يا شعبان، قلنا لك البيه عايز يستريح. طيب خلاص، احنا برضو يهمنا راحه البيه. ما نلزمش اي حاجه من البلد يا ابو الغطريفي بيه. متشكرين يا اخويا. طب يا سيدي، ربنا يخليك لينا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. انما الشربات ده على الريحه ولا مظبوط؟ بس حلو. السلام عليكم. السلام عليكم. اعذره يا سعاده البيه. ده ولد غلبان. ولا غلبان ولا حاجه. وجع لنا دماغنا. على فكره يا جماعه، انا لازم اتغدى. معاد غدايا جه. وماله يا عمي؟ ايوه، وانا على فكره برضو باكل مسلوق، والدكتور منبه عليا كده، والبنت عندي هنا بتطبخ على قدي. ربنا يديك الصحه يا سعاده البيت. وفي هنا مطعم قريب قوي من الفيلا، انما رخيص قوي. عارفينه يا عمي. مع السلامه. على فكره ما تنسوش تقول لهم في البلد ان انا جاي قريب علشان يبقوا نظفوا لي البيت. حاضر يا صاحبي. مع السلامه. نشلوا مني جزمتي. رحت عند قريبك الغني ده؟ رجعت بفلوس بالكوم. انا عارف هيعمل بيها ايه. هو ربنا يبعت له فلوس بالكوم من حيث لا يدري، وانا تتمشي مني الجزمه اليتيمه دنيا. بالحق قبل ما انسى. نعم. ابويا. اشمعنى؟ هو انا داخله معاك قافيه؟ انا بكلمك جد. وانا زعلان عشان الجزمه. مش مهم الجزمه دلوقتي، خلينا في المهم. هو في اهم من الجزمه بتاعتي اللي راحت؟ وبعدين معاك بقى. طيب خلاص ما تزعليش. ابويا مستنيك النهارده. يا نهار اسود، ليه كفل الشر؟ اخص عليك يا شعبان، انا شر عشان تيجي تخطبني ولا رجعت في كلامك؟ ارجع في كلامي؟ ليه كلام برضه؟ واني في ديك الساعه لما اجمع انا وانت يا زنوبتي تحت سقف واحد؟ طب ابويا مستنيك النهارده الساعه 7. ايوه، طب بس اروح له ازاي وانا من غير جزمه؟ عريس بلا جزمه. يا اخويا مش مهم الجزمه دلوقتي، روح اشتري لك جزمه جديده. اشتري جزمه بس ازاي واحنا النهارده كملنا في الشهر؟ دي الجزمه دلوقتي ب6 جنيه وربع وربع، اللي يعني العيال حقانيين قوي. طب خلاص يا اخوي، روح اشتري جزمه نص عمر. ولا انت بتتحجج؟ هتحجج ازاي بس؟ طب هقول لك على حاجه. ممكن اروح له بزنوبه؟ طب رايح اخطب زوبه بزنوبه. وبعدين معاك بقى. طب خلاص ما تزعليش، انا هروح اشتري جزمه من واحد صاحبي لغايه اخر الشهر. يا سلام عليك يا شعبان، ما تجيبي قبلي وانت حافي. اهلا وسهلا يا ابني. اهلا بيك يا عمي. يا مرحب. مرحبتين. ما تقول حاجه يا ابني. هقولها يا عم، لا اله الا الله. أنا عندي فكرة إنك زميل زينب في الشغل. الإصلاح الزراعي. أهلا وسهلا. أهلا بيك يا عم. ما تتكلم يا ابني. هقول إيه يا عم؟ أنا أصلي حضرت قبل كده مياتم وأفراح وطهور، إنما أول مرة أحضر خطوب وما أعرفش هما بيقولوا إيه. قول أي حاجة يا ابني. هو انت مش انت عارف انا جاي ليه؟ الله يجازي شيطانك. الله يجازي شيطانك انت كمان يا عمي، عشان شياطيننا احنا الاثنين يجوزوا بعض. حلوه حلوه. على كل حال يا ابني ما
مادام انت عاوز تتجوز زينب وهي موافقه خلاص الدنيا وما فيها. الله يكرمك يا عمي، الله يخليك. ايوه يا ابني، بس لازم نتكلم شويه في الاجراءات. اجراءات ايه يا عمي؟ هو انا هتعين في الحكومه وانت حكومه ولا ايه؟ لا يا ابني، انا قصدي الاجراءات يعني الشبكه والمهر والجهاز والحاجات اللي زي دي يعني. انا من ايدك دي لايدك دي يا عم. قول لي انت محوش كام؟ ليه ازاي؟ عشان تتجوز؟ شوف يا عمي، انا ماهيتي 28 جنيه و14 سنت. تقوم تقول محوش كام؟ الله يجازيك يا عمي. مهر ايه وشبكه ايه؟ الحاجات دي كانت على ايام كنتوا، الحاجات دي بنتك خلاص دلوقتي، هتتمسك بالحاجات دي وحياه النعمه دي، بنتك هتبور ولا حد هيسال عنها، حد لها عرسان يابا الايام دي؟ شوف يا ابني، انا لا عايز شبكه ولا عاوز مهر ولا عاوز حاجه ابدا، انا عاوز الشقه اللي هتعيشوا فيها. عندك شقه؟ شقه؟ ما شوف اما اقول لك، اصل انا كنت ساكن انا وابويا وامي في شقه، جه ابويا مات وامي ماتت بعديه، الراجل صاحب البيت طلع نادل، قال ابوك ما كانش بيدفع الايجار، طردني، بس انا دلوقتي قاعد في اوضه انما ايه؟ حلوه قوي قوي، ما فيهاش لا ميه ولا نور ولا هوا، بس شرح. وعايز تسكن بنتي في اوضه زي دي؟ لا طبعا يا عمي ما صحش. امال هتعمل ايه؟ هنقعد عند اجوزها واقعد عندكم. عندنا؟ ايوه، انت تقعد في اوضه وانا وزينب بنقعد في اوضه. هي شقتك كم مطرح يا عم؟ يلا انت اهو، يلا يلا يا بره. يلا كم اوضة ايه يا ابني؟ ده انا البنتين بولادهم قاعدين على نفسي هنا، ده احنا في مسبحة. ومش دي بنتك برضه؟ هيحصل ايه يعني لما اقعد معاك؟ ولا اتبنيت منها على حظ انا؟ ده احنا يا ابني ساعة الصبحية بنقف على دورة المية طابور ولا طابور الجمعية. طب ما تعمل قطوع في الصالة، هقول لك على حاجة. انت مش عندك بلكونه؟ عندي. قفلها واقعد فيها انت ومراتك، وانا والعروسه نقعد في الاوضه بتاعتك. اسمع يا ابني، اللي عاوز يتجوز بيجي جاهز، عنده شقه. عندك شقه؟ ايه اللي شقه شقه؟ هو انا سمسار ولا عريس يا عمي؟ اسمع يا ابني، تحضر الشقه على عيني وراسي، ما تحضرش الشقه مع السلامه. سكه اللي بره. طب يا عمي بقول لك ايه؟ انا مستنيك يوم ما تقول لي انك جاهز وعجبت الشقه. كده برضه تكسفني يا عمي؟ مع السلامة. طب يا عمي، طب يا عمي مع السلامة. طب وانا اجيب شقة منين دلوقتي؟ طب وانت كنت بقى بتجري ورايا ليه وتخليني اتعلق بيك لما انت ما انتش عايز تتجوزني؟ انا مش عايز اتجوزك؟ ايوه ما انتش عايز اهو، ما انتش عايز تجيب شقة اهو. طب انا اجيب شقة منين دلوقتي؟ طب وريني اعمل ايه؟ اضل واضح حكمته. ده اقل شقة بلدنا دي. خلوها 2000 جنيه يا اخويا، بدل ما تفضل سلبي وتقعد تقول لي اعمل ايه يا زينب اعمل ايه يا زينب، تعال نحط دماغنا في دماغات بعض وندبر حالنا. لا دماغي ولا دماغك فيها فلوس، يبقى ايه فايده دماغتني؟ وبعدين معاك بقى يا شعبان، انا لقيت الحل. احنا لو حوشنا مهيتك على مهيتي نقدر نجيب شقه، بس بعد سن المعاش. حلوه، تبقى للورثه. يعني بقى لا انت عايز تجيب شقه ولا عايز تفكر تفكير سليم، وكمان عمال تهزر لي. انت بان عليك من الشباب اياهم اللي يقعدوا يقضوا وقت مع البنات كده وبعدين ما يتجوزوهمش. اني منظر واحد يعمل الحاجات اللي انت بتقول عليها دي؟ من فضلك ما تكلمنيش، انا اتاكدت بعمايلك دي ان انت ما بتحبنيش. يا زينب انا عايز اقول من فضلك بقى تقطع علاقتك بيا خالص وتنسى انك كنت تعرف واحده اسمها زينب، حتى صباح الخير ما تقولها ليش. زينب يا زينب، عودي يا زينب، عودي، اهلك في انتظارك يا زينب. على السلامة سعادة البيت. اهلا 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 يا سعادة البيت. اهلا يا سعادة البيت. ده ايه النور ده كله يا سعادة البيت؟ اهلا اهلا بيك. اهلا اهلا. هتستغلوني ولا ايه؟ ورايا ورايا في كل حتة، واحنا نقدر نستغنى عن سيادتك؟ طول عمرنا ملناش قيمة من غيرك. وايه اللي انتوا زارعينه في الجنينة ده؟ ده فل وياسمين يا سعادة البيت. هعمل ايه انا بالفل والياسمين؟ عاوزين يمتعوا نظر وسم سيادتك. روح ازرعوا حاجة مفيدة ليها فايدة، ارغم، ملوخية، شوية بامية، مش طولي نظر وشم. معاك حق. فعلا يا سعادة البيت معاك حق. ولدي العزيز فريد، تحية طيبة. وأرجو أن تكون بخير وبعد. بزف لك هذا النبأ الهام فقد عادت الحراسة جميع أملاكنا.
وأقوم الآن بالتصفية، وسيتم بيع كل شيء خلال هذا الأسبوع، وما أن أحصل على المال حتى آتي إليك في فرنسا ليجمع الله شملنا مرة أخرى بعد طول انتظار. اطمن، الجميع هنا يعتقدون تماما أنك قد مت فعلا، والحمد لله إن هذا السر ظللنا محتفظين به طوال هذه السنوات. أوصيك بنفسك حتى أراك قريبا جدا جدا بإذن الله. والدك الغطريفي. ليك خمس تشويلة سماد يا حاج، روح استلم. شكرا يا سيدي. الصباح لله يا جدعان. صباح الخير. ما تعبرونا يا خال، ده احنا ناس جدعان قوي، غيرش بس الزمن هو اللي ضربنا بومبه. مرة واحد طلع المعاش معرفش ينزل. حلوة حلوة، بلاش بلاش. طب مرة واحد كان غلبان قوي وبعدين بقى غلبان قوي زيادة يعني. بلاش دي بلاش. لقيتها لقيتها زيادة، لقيت الحل، حاجات الشقة بس في عرض جاه النبي. خد ودي معالي. حل ايه؟ اهو كده عبريني. احسن من ساعه انت ما كنت مخصماني وانا ما بنامش الليل. يو حل ايه بقى يا شعبان، ولا بتهزر؟ انا ما بهزرش. انت عارف الراجل قريب الغالي قوي ده؟ ماله ده؟ اللي انا زرته ده؟ اه. لحسن الحظ انه موجود في البلد الايام دي. طب وده هيعمل لك ايه؟ لا هيعمل لي كل حاجه، مالكيش دعوه انت بس، انا هصرف معاه. ده بيحبني قوي. ايه؟ عارفه الدليل انه بيحبني؟ قال لي ايه؟ ايه؟ قال لي ازاي والدك؟ ايه ليه؟ شوف الراجل وحلاوته لما يقول لي ازاي والدك. تستنيني في البيت النهارده، هاجي لك ومعايا حل. سلام يا حبة القلب، ما تجيبي قبلي. صباح الخير يا ابو الغطريفي. بيه ده شعبان ابن محمود الغطريفي. قال انت ست ولا ايه يا بيه؟ لا ما نسيتكش. خير خير ان شاء الله. انا بس كنت يعني عايز حضرتك كده في كلمتين. قول عايز ايه؟ بقول يعني اصل انا زي ما تقول كده يا ابو البيه داخل على مشروع جواز. مبروك. الله يبارك فيك. وكنت بقول يعني يعني كده يعني اصلي انا كنت يعني زي ما تقول. الله ما تقول يا ابني وتخلصنا. حاضر يا بيه. تسمح لي اقعد يا بيه؟ انا زي ما تقول كده عايش شقه. شقه؟ تكونش فاكرني سمسار. لا يا بيه العفو، لا سمح الله. انا بس بقول يعني ان احنا قرايب، وانا من لحمك برضه وانت كبرني، واليد العليا خير من اليد السفلي، ومن قدم شيء بيداه التقاه. ايه يا ابني اسلوب الشحاته ده؟ عايز ايه؟ شحاته ايه يا بيه لا سمح الله؟ انا بس كنت بقول يعني عايز من حضرتك 2000 جنيه سلف. ايه؟ سلف؟ ما تتجعسش، ما تتجعسش يا بيه. ما هم انا عايز 2000 جنيه سلف وهردهم لحضرتك كل شهر 2 جنيه. هكتب لك بيهم كمبيالات، برضه ما حدش ضامن الموت من الحي. عارف يا بيه؟ الشقه اللي انا هاخدها ايه؟ 3 مطارح، ربنا هيكتب لك في الجنه 3 مطارح بعفشة ميتهم. ايه الولد المعتوه ده يا عبد الجواد؟ يلا يا شعبان فرصه تانية. فرصه ايه يا ابو عبد الجواد؟ يا ابو الغطريفي طلع الولد ده بره، انا مش ناقصك، مش عايز وجع دماغ. اخص عليك يا ابو الغطريفي اخص. طلع الولد ده بره. حاضر حاضر، بس اهدى سيادتك تعال. هو انا عملت حاجه زعل؟ لا ابدا، بس تعال معايا يلا يا ابو الغطريف. طب خليهم 3 جنيه كل شهر يا ابو الغطريف. اطلع بره. اطلع بره فين؟ هتودي الفلوس دي كلها فين؟ خليهم على قلبك كده. يلا بره. طب يا ابو الغطريف. على اذنك. اتفضل. شعبان افندم، انتوا بعتولي ايه الحاله اللي عندكم؟ حاله؟ اه سيادتك يا فندم غلطت، ده العيان فوق في الدور الفوقاني. انا مش دكتور، انا السباك. مين يا زينب؟ هو
ده البيت سباك ياما. هو حضرتك سباك؟ ايوه. يعني بيصلح حنفيات وبوابير جاز؟ ايوه. اتفضل. كان لازم تبعتولي بدري شويه. لخير؟ هي الحنفيه حامل؟ لا، محتاجه قلب. عندكم قلب ولا تاخدوا قلبي من عندي؟ قلب؟ لا، احنا ما عندناش قلب. طب من فضلك نشف الميه علشان اعرف اشتغل. لا تطمني، ما تتخضيش. انا مش قلتلك اطمني يا هانم؟ هو الحساب كام يا حضرتك؟ جنيه كشف وجنيه تغيير القلب، يبقى الحساب كله 2 جنيه؟ 3 جنيه، علشان في جنيه رسم طلوع سلم. ده كتير يا حضرتك. من فضلك، انا ما احبش حد يفاصلني في شغلي ابدا. طب وعشان خاطري؟ عشان خاطرك من غير فلوس. لا، انت هتجب علينا يا اخويا. خد 3 جنيه بتوعك هم. اتفضل. اوعى بقى تمشي، امشي. مع السلامه. 3 جنيه تصليح حنفيه يا عالم. انا عارفه انت ما اشتغلتش سباك ليه يا شعبان. سباك؟ عيب يا زينب، عيب. ده انا راجل محترم، ده انا اهلي صرفوا عليا دم قلبهم. انا معايا ثانويه عامه، رحت مدارس وجيت من مدارس، وابتديت من جدول الضرب وقالب به ت، ده كفايه الاستاتيكا والديناميك ومركز الثقل، وتقولي لي ابقى سباك؟ طب خلاص، انت مالك نافش ريشك كده؟ ما تكونش قابلت قريبك الغني؟ ايوه، طلبت منه 2000 جنيه. 2000 جنيه؟ طب عال، اتفضل بقى، ابويا زمانه جاي دلوقتي. قول لي، وجبت الفلوس الحمد لله؟ انا طلبتهم بس. ايه؟ هيديهم لك امتى؟ مش هديهم لي. امال ايه؟ طردني. طردك؟ امال انت جاي ليه؟ جاي عشان اتحال على ابوكي كمان مره. اتحال على ابويا؟ انت عارف ابويا ما بيحبش الحال المايل، لو سمع الكلام الفاضل اللي انت بتقوله ده هيمنعنا اشوفك خالص. طب اعمل ايه بس انا يا زينب؟ العين بصيره واليد قصيره. اعمل ايه؟ اعمل ايه بس يا عالم؟ امشوا زي الجزم في الدنيا، لا تتضربوا بالصورة على دماغكم في الاخر. ايه، كان امير، كان امير. ان شاء الله تبقى تشوي في نار جهنم يا غطريفي. كان هيخص عليك حاجه لو كنت اديتني 2000 جنيه هفك نفسي بيهم في شقه. ان شاء الله يبقى ربنا ياخدك كمان مره. امير، كان امير. يلا ربنا يسامحك، هنعمل ايه؟ امشوا زي الجزم في الدنيا، لا تتضربوا بالبلغة القديمة في الآخرة. أنا بقول لكم أهو. الله، عملت حصر بالممتلكات وحسبت التركة؟ طبعا، حوالي 6.5 مليون. 6 مليون جنيه. يا ما أنت كريم يا رب. هينوب كل واحد مننا كام يا سعد جواد؟ مش وقت الكلام ده دلوقتي.
الدنيا. المعزة خلصت. سعيكم مشغول. الله يرحمك يا بلغطريفي. صحيتني ليه يا ابو عبد الوهاب؟ كنت سيبني نايم علشان انسى انه مات. يلا يلا انتبه. بقول ايه يا ابو عبد الوهاب؟ هو المرحوم كان موصيكم ما توزعوش السجاير حفاظا على الصحة العامة؟ المعزة خلصت. طيب هو انتوا مش هتعشوني؟ يلا بقى. يلا امشي زي الجزم في الدنيا لا تتضربوا على قفاكوا في الآخرة. كل واحد هينوبه كام من الميراث؟ هبرة جامدة. أقل واحد فينا هينوبه 1,000,000 جنيه. يا ما أنت كريم يا رب. من بختنا إن ابنه الوحيد مات في فرنسا. أنت بتحلمي. إحنا مش هينوبنا إلا ملاليم. ليه؟ مش إحنا دلوقتي الورثة الشرعيين؟ في نظر القانون إحنا ورثة من بعيد. إحنا حواشي من ضمن عشرات غيرنا من حواشي. وكل من هب ودب من القرايب هيظهروا ويطالبوا بالميراث. ده غير نصيب الحكومه. يعني بعد التصفيه كل واحد مننا هينوبه ملاليم. لا ده ظلم. 6,000,000 جنيه يطيروا مننا؟ يطيروا من قدام عينينا عونطه؟ مفيش غير حل واحد. ايه هو؟ إيه هو؟ إن ابنه ما يكونش مات. يعني إيه بقى؟ ابنه فريد مات وشبع موت، ولو كان عايش كان هيورث لوحده. اسمعوني بس. ابنه مات ده صحيح، لكن الحكومة ما تعرفش إنه مات علشان مات في الخارج. مظبوط؟ مظبوط. لو جبنا واحد وقف قدام الحكومة وقال أنا فريد الغطريفي هياخد الثروة كلها. يعني قصدك نجيب واحد من طرفنا ويقول انا فريد الغطريفي؟ بالظبط. وهي الحكومه بريال عشان تصدق؟ اي واحد هيقف يقول انا فريد هيقولوا له اهلا وسهلا يا سي فريد. يا ناريمان، في نظر الحكومه الانسان مجموعه اوراق، شهاده ميلاد، فيش وتشبيه، بطاقه شخصيه الى اخره. مظبوط. مادام فريد هرب لما حطوا ابوه تحت الحراسه، وبما انه مش هيرجع علشان مات، ممكن نجيب اي واحد نعمله الاوراق المطلوبة ويبقى هو الشخص المقصود. ومين اللي هيزور الاوراق دي كلها وازاي؟ سيبي العملية دي عليا انا، الفلوس بتعمل المستحيل. ايوة بس دي لعبة خطرة جدا علينا. ولا خطرة ولا حاجة. وحتى لو كانت خطرة، خطرة عليه مش علينا احنا، لان المفروض هو اللي زور وهو اللي عمل كل حاجة. موافقين؟ أنا موافق. أنا ما عنديش مانع. طب مين الشخص اللي هيقبل حكاية زي دي؟ موجود. وكل المواصفات منطبقة عليه. غلبان، محتاج، ساذج، مش طماع، ومقطوع من شجرة. يا شعبان! شعبان! ايه يا متولي؟ انت عملت ايه يا شعبان؟ عملت ايه في ايه؟ وفين الاصلاح مزعبب ولا هدول الواد شعبان؟ وايه اللي زعببه؟ انت بتسالني؟ العلم عند الله. ده مسك ضغط القباني من هيني ولا هدول الواد شعبان من هيني؟ تعال معايا. اتفضل. انت متحول التحقيق يا سيد وهيتخصم منك نص شهر. ليه بس يا بيه؟ الباقي مخسر. وانا مالي؟ هو انا كنت باكل اكل ايه؟ انا ماليش دعوه. القباني بيقول كده وانت مسؤوليتك الباقي. طب مش لما تبقوا تثبتوني الاول تبقوا تخصموا مني؟ ده انا موظف زهرات يا بيه. الله بلاش غلبه بقى. لما البند في الميزانيه يسمح هتثبتك. 4 سنين والبند لسه ما سمحش. اوه انت هتقلب دماغي بقى. اتفضل يا سيدي روح شوف شغلك. اللي بيحصل ده ظلم. كل يوم والتاني يخصموا مني. عايزين نصرف على الاصلاح الزراعي من ماهيتي. اهو شعبان. مين؟ ابويا عبد الجواد؟ اهلا اهلا اهلا. سلام عليك. تعالى. مش هيا ولا؟ مفيش داعي. مفيش داعي يا ولا. مجلس العيلة عايزك لأمر مهم جدا. عيلة مين؟ عيلتنا. ما أنا ما أقدرش أخرج دلوقتي يا سعادة البيت. بس تعالى معايا. تعالى. دي فيها 4 أيام خاص، المية تروح كده. ولا يهمك، تعالى بس تعالى.
خلاص فهمت. ها قلت ايه؟ ما تتكلم يا ابني، قلت ايه؟ ورحمة الغطرين في ماني فاهم حاجة. أنا عايزك تقول لي الكلام من الأول عشان أنا فهمت تقل شوية. هتقف قدام الموثق، هيقول لك أنت فريد، تقول له آه والباقي علينا إحنا. أقول له آه والباقي عليكم أنتم؟ كل حاجة معمول حساب بمنتهى الدقة. أنت مش كنت بتدور على 2000 جنيه؟ خلاص هتاخدهم وتتجوز خطيبتك وتعيشوا في تبات ونبات وتخلفوا صبيان وبنات، وبدل ما فلوس الغطريفي بيل يكسبها بعرق جبينه وتروح تستنى في العيلة. طب هو يعني المبلغ كام؟ انت مالك بقى؟ انا مالي ازاي؟ مش انا اللي هستلمها؟ مش انا اللي هورثها؟ افرض يا ابني اي مبلغ، انت مالك؟ انت هتاخد ال 2000 جنيه، الباقي مالكش دعوه بيه، ده فلوسنا احنا بقى. ايوه بس كام يعني المبلغ؟ وانت مالك يا اخي؟ يا سيدي ريحه وقول له المبلغ 6 يا شعبان. 6000 جنيه؟ لا 6 مليون. هو قال كام؟ 6 مليون جنيه. وعايزين تدوني 2000 جنيه شوية. خلاص خليهم 3000 ولا اقول لك 4؟ لا يا شيخ 4 ده كتير قوي. شوفوا يا اخواني، انا هلعب معاكم اللعبه دي بس اخد نص الورث. انت مجنون؟ لا حرام، وانتوا كمان حراميه، ومن حضر القسمة فليقتسم. لا يفتح الله، يلا ورينا عرض كتافك. خدتكم بعافيه، السلام عليكم. تعالى ملحفظ سيبيه خليه يغور في 60 داهية. نسيبه ازاي بعد ما عارف سرنا؟ لك حق. هنديلك 10000 جنيه. النص. خليهم 20000. النص. يا ابني ورانا مصاريف كتيرة. النص. طب خليهم 50. النص. لا غور في 60 داهية بقى. هو ايه اللي يغور في 60 داهية؟ هو احنا قدامنا حل تاني غيره؟ اجري هاتوا ما تضيعوش. يا ابني احنا 4 وانت 1، نفرق بالعدل. النص. طب خليها التلت. النص. موافقين؟ ده انت طلعت داية. الشهادات الدراسية شلنا منها صور فريد وحطينا بدلها صورك انت، بحيث بقيت انت فريد الغطريفي. اتفضل ادي بطاقتك يا سي فريد، بس كله لهف. لكن في عونك. المهم يعني كل حاجة سبكت يا حبيبي. انا قلت لك قبل كده الانسان قدام الحكومة مجموعة اوراق، وكل اوراقك انت سليم. لو هتدن في ملطة دلوقتي محدش هيصدق غير انك فريد الغطريفي. فريد الغطريفي، فريد الغطريفي. يلا بينا. على فين؟ على محكمة اسكندرية. طب مش هلم حاجات الأول؟ حاجاتك إيه يا ابني؟ أنت على رأي المثل، لا وراك ولا قدامك. يلا تعالى تعالى. يلا يلا على رأيك.
خايف ليه؟ جمد قلبك. كل اللي عليك لما القاضي هيقول لك انت فلان تقول له اه. الحكايه فيها قاضي؟ لا يا عم احنا ما اتفقناش على كده. ما هو لازم نطلع الاعلام الشرعي اللي هنحصل بيه على التركه. فريد الغبريف. السلام عليكم. تعالى هنا. انت رايح فين؟ لا يا عم يا روح ما بعدك روح، انا عايز اتمتع بشبابي خارج اسوار السجن. السجن ايه؟ واحنا بنلعب. ما يمكن يكتشفوا التزوير ونروح في بونيتي. تزوير ايه يا استاذ؟ مو احنا بتوع تزوير؟ احنا الاصل نفسه. كل الاوراق اللي معانا اوراق فريد نفسه. يلا يلا ما يعطلناش. مين فريد الغطريفي؟ ايوه انا. انت فريد الغطريفي؟ ايوه انا فريد الغطريفي. معاك بطاقه؟ لا ايوه معايا البطاقه طبعا. فين الشهود؟ انا عبد الجواد محمد الغطريفي. والشاهد التالي الف مبروك. الاعلام الشرعي اتعود. بيتهيألي بقى نخلص من الشارع عشان نستلم الفلوس. العقود جاهزه والشهر جاهز ومعادنا معاه بكره. خد الله. يلا بقى. ما انت كريم يا رب. قعدت على الاوراق كلها تمام؟ تمام يا فندم. وانتوا الفلوس اللي وصلت لكم مظبوط؟ مظبوط. فريد بيه ممكن تمضي؟ فريد بيه؟ فريد بيه؟ نعم. ممكن تمضي؟ يا ما انت كريم يا رب. مبروك. الله يبارك فيك. وهنستلم الفيلا امتى؟ بكره ان شاء الله. وباقي الممتلكات في خلال 3 ايام على خيره الله. السلام عليكم. مبروك. السلام ورحمه الله. ناقصين 30 جنيه. كويس. أنا عديتهم ثلاث مرات، ال 3 مليون ناقصين 30 جنيه. معاك 3 مليون جنيه لوحدك وبتدق على 30 جنيه. يلا زكاة عني وعن عفيتي، اقبلوهم على عينيكم، إن شاء الله هتشتري بهم شيش. تحطوه في عينيكم وتتغمسوا، ده تكون نقطة. السلام عليكم. عرفني يا فريد بيه. راجع البلد قبل المغرب ما يدق. البلد ده أنت اتجننت؟ أنت تنسى البلد دي نهائي. ليه؟ ليه ازاي؟ انت عاوز ترجع بلدكم ومعاك 3 مليون جنيه؟ وهي يعني؟ شوف بقى، انا هبني مسجد وهعمل مشروع تربيه دواجن، وهجيب جمجموسه على معزتين، واعمل اصلاح زراعي خصوصي نكاتك الوكيل. فريد بيه، بلد صغيره زي بلدكم، الناس هتلاقي معاك الاموال دي كلها، مش هيستغربوا؟ ايوه طبعا هيستغربوا. انت عاوز تجيب لنفسك ولنا مشاكل؟ طب دلوقتي وخطبت؟ لا سيبك منها بقى، شوف انت بقيت فين وهي فين. لا 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 يا نريمان هانم الا دي. على كل حال انساها دلوقتي، وبعدين هنلاقيك 100 صرفه وصرفه. طب وانا هعيش فين دلوقتي؟ في مصر القاهره، هناك الناس ما تعرفش بعضيها ومحدش له دعوه بحد. ايوه بس ما بسش. هو ده عين العقل. وانا يا سيدي هدبر لك عيشه قبها في القاهره. أنا بيتي موجود وتحت أمرك. وأنا جاهز وفي خدمتك. ولا بيتك ولا بيتها. بس أنتوا هتتخانقهم. شوف أنا أهلا وسهلا، أنا هنزل عند نريمان هانم لغاية ما يبقى ربنا يدبرها بمعرفته. بس أنا عايز أروح البلد برضه. ليه تاني؟ معلش مشوار ساعة الزمن. نوصلك ونستناك. بس أوعى تجيب سيرة لحد. إيه؟ أنت فاكرنا عبيط؟ عنك. وأنت فاكرنا عبيط؟ ولا فاكرنا عبيط؟ ولا فاكرنا عبيط يعني؟ زينب يا زنوبتي. شعبان انت كنت فين؟ ده وكيل الاصلاح سأل عليك وخصم لك 3 ايام وقال لي الراجل ده ما ينفعش يتثبت ابدا. كنت فين؟ شغلتني عليك. ده انا رحت الحاره وبعدت اسال عليك، قال ايه؟ قالوا لي في قفل على الباب. وايه الشنطه دي؟ انت كنت مسافر ولا ايه؟ لا اصل انا كنت في مشوار ورايح مشوار. رايح فين؟ نازل مصر. نازل مصر؟ ليه؟ لقيت شغلانه هناك انما هي هايله. ايه؟ تتكلم جد؟ طبعا يا زنوبتي. طب وانا؟
ما هاني انا جاي لك عشان كده يا زنوبتي. انا هروح مصر يعني حرست حالي وروى الاناني وجاتلك على طول مره واحده. لا مرتين يا زنوبتي. ما تفوق يا شعبان وتصحى، مش لاقيين خلوه شقه هنا هنلاقي في مصر. ان شاء الله يعني ان شاء الله ربنا هيسهل، بس انت مفيش دعوه انت. طب بس انا مش فاهمه حاجه خالص. ما هو انا هشرح لك بعدين، بس اصل الوقت ضيق وفي جماعه قرايبي اللي هم شافوا لي الشغلانه بتاعت مصر دي مستنياني بره عشان نروح سوا. شعبان زين، انا عايز مني الطلب. ايه عايز؟ قشين سلف؟ قشين انت الاخرى. امال عايز ايه؟ عايزك يا زينب ساعه المغربيه وحينما يميل قرص الشمس الدامي بين الاطلال اسكوريلي. فوتك بعافيه. مع السلامه يا شعبان. ما تجيبي قبله ساخنه. يو يا شعبان. طيب فوتك بعافيه يا زين. مع السلامه يا شعبان. خلي بالك على نفسك. وده شعبان. اهلا 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 سعاده الوكيل. الحمد لله على سلامتك. كنت فين؟ في المقر الصيفي بتاعك؟ ايوه كنت في المقر الصيفي بتاعي، وكنت مدلدل رجليا الشمال في الميه. زينب بعتت لي تيليكس، عارف انت التيليكس؟ قالت لي الولا الوكيل زعلان. زعلان ليه يا ولد؟ ما تبرقليش ولا تجزلي على اسنانك، ده احسن اخدك باللوكش على وشك. انت بيخوفي بك العيال. انت مرفوض. وانت كمان مرفوض. حد يلبس جرافطه زي دي يا راجل؟ ككرفت في مفاصلك. امشي امشي يا ولد، انت مرفوض. ككرفت في مفاصلك، روح يا شيخ. اتفضل يا فريد بيه، اتفضل البيت بيتك. اهلا وسهلا. اهلا 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 وسهلا. اختك ست ظريفه قوي باين عليها نريمان هاني. دي شغاله. شغاله؟ ودي مش ثابته ولا زهورات. خد الشنط وحضري الحمام. بلاش الشنطه دي، مالكيش دعوه بيها خالص. طيب انا هسيبكم بقى، وبكره الصبح هاجي لك، اوكي؟ مع السلامه. باي باي. باي باي. تعالى بقى اما اوريك. محمد تاخد دوش، تغير هدومك، تستريح، وحضر لك العشاء. اغير هدومي؟ اغير هدومي. الحمام جاهز يا فندم، اي خدمه؟ لا متشكر، متشكرين قوي. نعم متشكرين قوي قوي قوي. لا انا ما بشربش الحاجات دي. اشرب، دي حاجه بسيطه لفرفشه بس. انا خايف لا تقلب بغم. ما تخافش، طول ما انا جنبك مش هتقلب بغم ابدا. اشرب. ما تقدرش تتصور انا سعيده بيك قد ايه يا فريد. قصدي من يوم ما شفتك وانت عاجبني. ده كباب؟ كباب ده؟
طلقت جوزي وانا عايشه لوحدي. وحضرتك اللي طلقتيه؟ عينيه كانت زايغه، مع ان كل اللي يشوفني يقول لي مفيش احلى من كده. وانت رايك ايه؟ انا بس خايفه تنزل لك اللوز. ما تخافش، من يوم ما طلقت جوزي وانا عايشه في البيت ده كله لوحدي، مش لاقي الراجل اللي يملاه عليا. ربنا يوفقك ويرزقك ابن الحلال. لو لقيته انا عبديه بعناية. حلو قوي اللحمه دي من كام الكيلو؟ اسمع يا فريد، انا عايزه اقولك على حاجه مهمه قوي. خد بالك من عبد الجواد والعيله كلها، دول ناس طماعين قوي. لا ما تخافيش عليا، بس هيله اللحمه دي بتلو بتلو. فريد. نعم. انا شايفك مش مستريح في القعده. تحب اشيل لك الشنطه بمعرفتي؟ لا ده انا مستريح قوي. حد يبقى قاعد على 3 مليون ومش مستريح؟ انا مش مستريح قال. انا هدخلك دنيا حقيقيه، هخليك اسعد انسان. انا عايز انام. طيب يا حبيبي. مش كده؟ بس اللحمه دي هايله. متلو. تصبحوا على خير يا غادة رشيد، ربنا كتر لنا من لحمكم. يبقى 150,000، انا عديتهم 3 مرات. متشكر، الدار امان.
نسجل بكره ان شاء الله. ان شاء الله. الف مبروك. مع الف سلامه. الله يسلمك. مع السلامه. انا حوصل رساله. اتفضل. تمام يا فندم. تمام. متشكر. ألف جنيه عمولتهم 10% يبقى أنا عايز 15,000 جنيه دلوقتي. اتفضل. أيوة كده. أيوة كده. مش تبقى قريبة وحبيبي والسمسر عليا. لا سمسرة إيه؟ ده أنا كنت عاملها لعبة عليهم. مش كده؟ وهو اللي ناخده منهم أحسن من عينيهم. أنا بقول كده برضه. بقول لك إيه؟ نعم. ما تخلي طعم الشغالين والبواب زي ما هم. أيوة ونثبتهم. ما يبقوش ظهرات. استريح انت دلوقتي وانا اجي لك بكره. بقول لك ايه؟ يا لئيم يا لئيم انت. مساء الخير. دودي مين يا ست انت؟ ما عندنا حد اسمه دودي هنا، النمره غلط. مش فريد بيه؟ انت ما عرفتش صوتي ولا ايه؟ انا نريمان. اهلا يا رمرم هانم. ماني دودي وانت رمرم. رمرم؟ الله. اسم دلع يجنن. الف مبروك على الفيلا. انا خدت النمره من عبد الجواد. حبيت اكون اول واحده تهنيك. عشتي يا رمرم الله يحفظك. انت عندك ايه الليله؟ لا بقى انا الليله دي في تجلي ما بعده تجلي. ما كنتش احلم ان انا وهم هنبقى في يوم تحت سقف واحد. ودي يا مسيد دخلي الحاجات في اوضه البيت. حاضر يا بيه. الله، ايه الحاجات دي كلها عبد الجواد؟ فريد بيه الغطريفي لازم يظهر في منتهى لبها. امال انا مش لبها؟ ما انا لبها اهو. يعني برضه يا فريد بيه. بقول لك ايه؟ ما تاكل فحل البصل ده. لا 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 مالناش فيه ده. طوعني كله هيخليك زي الحمار. انت حر. قال لي قول لي يا عبد الجواد. انت حاسبني في مصر كده من اربع حيطان؟ لا ازاي؟ ده انا عامل لك بروجرام يجنن. ايه هو؟ المتحف الزراعي. القناطر الخيرية، جنينة الحيوانات. متحف زراعي؟ بقى أنا جاي من الفلاحين، توديني متحف زراعي؟ يا راجل أنت أنا عايز حاجات من بتاعت الناس العتاولة دي. آه يا خلبوس أنت. أنا جاهز. وأنا كمان جاهز.
فريد بيه الغطريف المليونير العظيم. اموت انا بالعظيم ولا في اللي قبليه. بغير بغير يلا طيب اسبقوني على ما اجيب شنطتي من جوه. يلا يلا وبسرعة بسرعة. على فين يا جميل؟ كنت ايه مليونير؟ مين ده؟ فريد الغطريفي. فريد الغطريفي؟ فريد الغطريفي؟ هو جه تاني؟ مش خايف ده ولا ايه؟ اتفضلي. ميرسي. اهلا
صباح النور. يا اهلا بعود القصب اللي من غير زعزوعه. يا بيت مرحب بالعصعصه. يا الف مرحب بالانيميا المزمنه. اهلا 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 وسهلا. يا عم ده بواب. ايوه اصحاب البيت. 3 كيلو كباب خالد ده وازازه بيره ساعه وعلبه سجاير سوبر مستورده وبرطمان مربى خرس البقر. الطلبات جاهزه يا بيه. ايوه ايوه يا لي. اهلا وسهلا. اتفضل. اهلا وسهلا بالمتختة. اتفضلوا. اتفضل. كسيب وعنده شقة. يابا ده متجوز وعنده عيلين. يا بنتي عيل اتنين تلاتة أربعة. إنما ده عنده شقة مش متجوزاه. فاهمة؟ آه ياكل كده بيسميها جدع. ده اللي اسمه شعبان. ها؟ ده غطس مهبش هيقب الغايب حجته معاه. يا أختي اللي مقال عليه يبعت كلمة في جوابه للصفرانك. عارفة ما جاش ليه؟ لا هيبعت ولا هيجي. وإن جه هيجي ايد ورا وايد قدام. الخايب يبقى طول عمره خايب. اسمعي كلام يا بنتي. هو حد طيب يتجوز الايام دي؟ يابا هستناه. ده مقابلك ومكلمك وقايل عليا. ذنبك على جنبك. صباح الخير. اهلا يا عبد الجواد. هلو هلو. شال ارقام جان؟ نعم. شال ارقام جان؟ انا رايي هي بتقول ايه؟ بتقول لك تجي لك تاني؟ انت ممكن تيجي تاني في اي وقت. البيت مفتوح. البيت مفتوح وانا ابقى مبسوط وانت تبقى مبسوط. اجل البيت مفتوح انت تيجي في اي وقت. باي باي باي. شفت الانجليزي بتاعي؟ عظيم. عيني برد عليك. مستورد معلم. الو الو فريد بي. ضفت العربيات الجديده وصلت يا فندم. بالنسبة للعربية اللي حضرتك حاجزها تقدر تيجي تستلمها في أي وقت النهاردة لو حبيت. طيب أوكي أوكي. أنت خارج؟ أه. راح أستلم العربية الجديدة. طب ما أجي معاك أسوقها لك على الأقل؟ لا أنا محضر السواق. مالكش دعوة أنت. احنا والمصورة فيها
الدنيا بالخير عشان دي اول دفعه تنزل مصر بالموديل. يا سلام. تعرف اني كنت خايفه اموت لما قلت لي اني ارقص. ليه؟ كنت خايفه لحسن تدوس على رجلي. شوفي بقى، احنا لما نحب ندوس ندوس، ولما نحب ما ندوسي ما ندوسي. العيال مخلصه قوي بقى. ده انت بقيت حاجه تانية خالص. بس انا من جوايا غلبان غلبان. العينين اللي كلها شقاوه دي غلبان كده. مين اللي بيرقص معنا ريمان ده؟ ها؟ ده فريد بيه الغطريفي مليونير اتجوز عازب. ما كنتش عارف تتعرف عليه؟ انت ناسي ان عندنا بنت؟ طب ما البنت اتجوزت، انت جاي تقولي الكلام ده النهارده يوم فرحها؟ فرح الندامه. هو ده عريس كنت تجيبه لها؟ طب خلاص خلاص. على العموم لازم تتعرف عليه، نديله البنت التانيه. البنت التانيه عندها 9 سنين. وماله استناها. عجبك الدوشة دي؟ بيتهيألي قلقاكي مش عارفة تنامي. بس المخدة مريحاني. اه طب ما تيجي ناخد المخدة ونروح. كفاية ما تشوف. مش كده؟ يلا حلو. تعلن شركة منصور شيفورلي عن وصول أول دفعة من سيارات شيفورلي سايتيشن. وقد كان أول المسلمين السيد الغطريفي. يا زينة يا زينة. ايه؟ تعال شوفي اوايا. ايه بصي كده، مش ده شبه شعبان؟ شعبان مين؟ ايه اللي هجيب شعبان في التلفزيون؟ ده هو فعلا هو. وعلى السادة الحاجزين التقدم لاستلام سياراتهم من معرض الشركة شارع جامعة الدول العربية المهندسين. هو ايه انت كمان؟ ده راكب العربية اللي اشتغلها، العربية بالشيء الفلاني. يابا ده شعبان. يا بنت بلاش تخريف امار. بقى هو هيركب عربية زي دي؟ ده اللي زي ده يركب حمار. اللي يركب عربية زي دي الناس المتاخن بتوع الاستثمار. بقى انا هغلط في شعبان؟ ليه لا؟ هو كان من بيت اهلك. يوه يخلق مش شبه 40؟ لا بقى شعبان انا متأكدة. هم تيكا تيكا هم هم تيكا تيكا هم هم تيكا تيكا.
هنا بس مشغول النهارده. يعني ايه؟ يعني فرصه تانية. فرصه تانية ايه؟ ده انا جاي له من اخر الدنيا ولازم اقابله النهارده ضروري. انا مالي، خشي. افندم، هو عبد المغفل ما قالكيش مش عايزين النهارده ولا عايز يسترزق وبس؟ جري يا ست انت، وانا جاي اشحت منكم ولا جاي اغسل لكم الغسيل؟ لا العفو، انت ارفع من ذلك. يو يا ست من فضلك. هو ايه في ايه الدوشه دي؟ زينه، يعني انت مظبوط؟ زينه خش يا مسيد. امرك يا بيه. تعالي يا زينة، تعالي. كلهم ما كانوش مصدقين ان اللي شافوه في التلفزيون هو انت يا شعبان، لكن قلب المؤمن دليل. انا كنت متأكدة ان اللي شفته بعناية في التلفزيون هو انت. ايوه انا يا زينة. وايه الحكاية؟ ايه اللي حصل؟ كنا فين وبقينا فين؟ اصل انا ما قلتلك، اما انا ما قلتلكش ايه الحكاية. ما قلتليش غير على حاجة واحدة بس، انك نازل مصر تدور على شغل. ايوه ما انا هقول. تعالي بس، تعالي انا هقول. تعالي يا زينة، تعالي اقعدي هنا. لقيت شغل يا شعبان؟ ايه؟ اه طبعا. امال ايه؟ لقيت شغلة ايه العظيمة اللي انت لقيتها دي؟ شغلة ايه اللي تخليك تعيش في القبهة دي ما بين يوم وليلة؟ اوعى تقولي انك لقيت خاتم سليمان ولا ورثت خالك اللي مات في اسطنبول. اصل عصر الحواديت ده انتهى. حواديت ايه يا زينب؟ ابو خيال ايه؟ ده انا اللي حصل لي اقرب من الخيال. اني جالي عبد ال على العموم مش وقته، وانا هبقول لك بعدين يا زينب. تقول لي ايه؟ تقول لي ايه وتعد لي ايه؟ انت يا فندم بكل اسف سرقت لك سريقه. ايه يا زينب؟ وانا كنت حرام ولا كنت حرام؟ خلاص بلاش، تبقى اختلست لك اختلاسه. اختلس من مين؟ من الاصلاح الزراعي؟ اختلس منه ايه؟ شويه برسيم؟ ده انا بصرفه في الجمعه قد ميزانيه الاصلاح الزراعي بثلاث اشهر. طب فهمني لما انت ما انتش مختلس، ولما انت ما انتش سارق لك سريقه، ولما انت بتكسب بالحلال قوي كده، ايه العيشه المفنجره اللي انت عايشها دي؟ ها؟ لما انت عايش بالحلال ما جتليش البلد ليه يا شعبان؟ 100 سؤال يا شعبان مش لاقيه لهم جواب. ما انا كنت جايلك، بس ما انا هقول لك. انا كنت هجيلك، بس اللي حصل بقى ان ربنا فتح علي. وان ما تيجي بقى يا حبوبي. فربنا فتح علي، ربنا فتح علي قوي قوي قوي، ربنا فتح علي قوي. وانا كنت جاي لك، بس اللي حشني مش في صوت جاي من جوه. ما في صوت، بس ما انا هقول لك الصوت ده جاي من ايه. الصوت ده جاي يا زينب لان انت عارفه القاهره مزدحمه بالسكان، والفيلا في مصر كل فيلا جنب الفيلا التانية، فتلاقي الفيلا ملزقه ببعض، وبالتالي الاصوات تتداخل في بعض، فتبقى قاعده كده تلاقي الصوت جاي لك وانت قاعد. فالصوت بقى، انت عارف احنا كام؟ انت عارف يا زينب احنا 43 مليون. 43 مليون نسمه، يعني 412 طفل في الدقيقه، 6112 طفل في الساعه، 72000 طفل بيتولدوا في اليوم. فتقومي تقولي لي ايه؟ فانا كنت جاي لك، انما اللي حاشني حقيقي يعني، اللي حشني يا زينب ان 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 انني كنت يعني واخد بال حضرتك. يلا يا حلو تعالى بقى. الكثافه السكانيه يا زينب بتخلي الناس تهج، يعني شوفي بتقول لك يلا يا حلو تعالى بقى، لان الزحمه تخلي الناس تقول يلا يا حلو تعالى بقى من كتر الزحمه. يعني هو دلوقتي يعني مش الصوت ده جاي من جوه؟ لا ده جاي من الزحمه، جاي من يلا يا حلو تعالى بقى، لان الناس بتبقى هجه ببعض وزحمه ببعض، فتقول يلا يا حلو تعالى. 412 مليون طفل في الدقيقه يا زينب. انا كنت جاي لك يا زينب، انما اللي حشني حقيقي يعني. يا حلو من جوه تعالى بقى. يا روح قلبي من جوه، ما بقول لك يا روح قلبي من جوه، لان الكثافه السكانيه من جوه. منين بقى؟ لان الناس زحمه، ففي ناس قاعده في حتت جوه قوي، فهم الناس عايزين يهجوا من الاكلان اللي هم فيه. امك يقول لك يلا يا حلو تعالى بقى. 412 طفل في الدقيقه يا زين. الاكلان يخلي الواحد يقول يلا من جوه كده. يلا من جوه تعالى بقى. شعبان. نعم. ايه السر اللي انت مخبيه عليا يا شعبان؟ انت عايش عيشه غريبه قوي يا اخي. اهدى، ده انت عايش عيشه زي اللي بيقولوا عليها ليلى حمرا. حمرا ايه وخضرا ايه يا زين؟ ايه الكلام الكبير اللي انت بتقوليه ده؟ عيب، انا مش بتاع الحاجات دي، وانا لا اسمح مطلقا
اصلها يعني اصل العيال لما بيتولدوا بيفوروا على طول، فتلاقي جسمها فاير مع ان هي مولوده دلوقتي، يعني مولوده في ساعتها، فدي كثافه سكانيه يعني. فيا زينب انا عايز اقول لك على حاجه، انا مش عايزك تسيئي الظن بيا مطلقا. لا الحكايه مش عايز تيجي ولا دي لسه موجوده دلوقتي اهو، لان حتى تلاقيها لابسه البابيتا بتاعتها هي بتبقى بيضه في العلب، بس هما بقى جسمهم فيها مكثافه السكر 412 الف. تمشي يا شعبان مليون عين. انت في حياتك زين، ما انا ده كل اللي كثافه السكرية يا زين. سيبها تمشي وتيجي بقى، دي القعده من غيرك مالهاش طعم. شوف مش هما بيقولوا ان احنا 40 مليون؟ لا، احنا كلنا 20 مليون، وانت ال 20 مليون التانيين، فكثافه سكانيه يعني. شعبان البني ادم اللي كنت اعرفه خلاص انتهى، خليك انت في عيشتك الفارغه وبقابلني، وخدها مني كلمه حكمه من فات قديم وتاه يا شعبان. زينب انا ما هقول لك، اصل كل دي كثافه سكانيه يا زينب. يا بنت مش هتاكل. طب ايه؟ عندك على الهبل قوي، امشي يا ترول، امشي امشي من قدام. يلا بنت وهي امشي من هنا، كانت لطه بنفوخي هنوق على الاكل الاول. ايوه بس ده خطورة عشان ولا خطورة ولا حاجة، أنا داخل باسم تاني في الاسم، المهم هعمل إيه دلوقتي؟ تروح لأهلك وقرايبك يدلوك إزاي ده حصل ويشوفوا لك طريقة. أهلي وقرايبي كلهم عارفين يا يسري إني مت، ما أكيدش إن أي حد تاني غيرك يعرف إني حي وموجود هنا. عندك حق يا فريد. المهم اللي طالبه منك إنك تدلني على اللي استولى على ثروتي. خلاص اديت لازم تبقى لحياتي معنى يا عبد الجواد، عايز اعمل مشروع مفيد يفيد الناس وانا كمان استفيد. عين العقل، برافو عليك، خدتها من على لساني، انا لسه كنت هقول لك. طب ما احنا لسه فيها اهو. المشاريع على قفا مني شيء. طب قول لي اعمل ايه؟ ايه رايك؟ نعبي ميه في ازايز ونحط عليها اجسام، وشويه اعلانات في التلفزيون، شويه بنات حلوين يطلعوا يقولوا هذه المياه المعدنية من شيلي
المياه الصحية التي تنعشك وتقويك وتحافظ على الروابط الأسرية. ما ايه يا راجل انت اللي هتحافظ على الروابط الأسرية؟ طب ما تيجي بقى نبيع بالمرة الهوا في أكياس نايلون عشان يحافظ على الروابط الأخوية. يا عبد الجواد، يا عبد الجواد، أنا عايز مشروع عليه القيمة. يا فريد بيه، الناس بتلعب بالبيضة والحجر وبتكسب ملايين. يعني عندك اللي انتهز فرصة أزمة الفلفل الأسود، عارف عمل إيه؟ وأنا مش عرفت، وأنا كان أبويا عطار. تراب الفرن طحنه بشوية شطة وعبي يا جدع في أكياس الفلفل الأسود وبيع. عمل في سنتين 2 مليون جنيه من تراب الفرن. واحد تاني قعد يأكلنا بلوبيف مستورد اللي بيوكلوه في بلاد بره للكلاب، واحنا ما صدقنا، نزلنا عليه حتتك بتتك. حتتك بتتك على اكل الكلاب؟ ترى العالم ماشيه سهرانه في الشوارع. على بال ما اكتشفوا الحكايه ووقفوا الاستيراد كان اخينا عمل له 3 مليون جنيه. ولا الشاي ابو نشاره، ولا السودان المحروق اللي كان بيتباع على انه بن. يا عبد الجواد، يا عبد الجواد، والناس ما عندهمش ضمير. بقول لك عايز مشروع محترم، تقول لي كلاب وتراب الفرن. خلاص خلاص اللي تشوفه افكر لك. طب اسمع يا عبد الجواد. نعم. ما تيجي نعمل عمارات سكنيه وهالناس تسكن وتفرج ازمه المساكن. اذا خدت خلوه هتروح في داهيه، واذا ما خدتش مش هتغطي التجاريب. وانت دايما تعادها في وشي. طب اسمع، ما تيجي نعمل مشروع سياحي، السياحه حلوه برضه. برافو، اهو ده المشروع ولا بلاش؟ انا هدور لك على مكان سياحي ينفع لوكندا، اهي دي الافكار النيره. مش كده؟ اهلا وسهلا. السلام عليكم. حضرتك مستني تاكسي هنا؟ حضرتك مين؟ انت تعرفني كويس قوي ومع ذلك ما تعرفنيش. حلوة، خشبة حبشي. ها؟ الحكاية جد مش هزار. الله، مين فينا اللي بيهزر؟ حضرتك دخلت هنا ازاي؟ وعايز ايه؟ طب مش تسأل الأول تعرفني ازاي وما تعرفنيش؟ حضرتك مين؟ لو مؤاخذة يعني. أنا فريد الغطريفي. نعم. فريد الغطريفي مين؟ فريد الغطريفي ابن الغطريفي بيه اللي حضرتك منتحل شخصيته. هو حضرتك عبيط ولا شكلك كده؟ هي دي الحقيقة. وفاجأ وأنا في أوروبا بالحركة الوضيعة اللي عملتها عشان تلهف ثروة أبويا بعد ما شركائك أوهموك إني مت. إيه رايح فين؟ لا ولا حاجة، بس هكلم واحد صاحبي اسمه عبد الجواد هو واخواته. لا 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 لا، الموضوع ده يهمني انا وانت. انت اللي استوليت على ثروة ابويا، فالحساب يبقى بيني وبينك انت. ابوك مين؟ انا فريد الغطريفي. انت عايز ايه بالظبط؟ عايز ايه؟ عايز الفلوس، 6 مليون جنيه. طيب ثانية واحدة، اروح اعبهم لك في الشنطة واجيبهم لك. ولا اقول لك، اسمع، انا اكلم عبد الجواد عشان يجي برضه يجيب الفلوس بتاعته ونعبيهم في شنط وتشيل. شوف اسمع، انا مش عايز طريقه، انا هكون عملي معاك. ثروه ابويا كامله انا مش عايزها، وبدل ما نخش في تحقيق ونيابه انا يكفيني 1 مليون جنيه والباقي حلال عشان. لا ما بدهاش بقى. ايه هتكلم مين؟ هكلم البوليس يجي يحكم ما بيني وبينه. حقيقي اللي اختشوا ماتوا. انا برضه اللي اختشوا ماتوا. انت نصاب، بس نصاب عبيط. لو كنت انت فريد الغطريفي زي ما بتقول ما كنتش طلبت 1 مليون جنيه بس، انما اتضح انك انت عبيط جديد في الصنعه. يعني مش عايز تتفاهم بالسوق. يا ابني انا فريد الغطريفي ابن الغطريفي الله يرحمه. مفيش قوه في الدنيا تثبت عكس كده. تيجي انت بمنتهى البساطه و اتفضل. مع السلامه، بدل ما اجيب لك البوليس هو اللي يخرجك كده. انا ماشي مديك 24 ساعه تفكر. إذا ما كنتش هتعقل أنا هعقلك. أنا هدفعك الثمن غالي، هخليك تندم طول حياتك. ومفيش سلام عليكم. السلام عليكم.
فيش عليكم السلام. ان شاء الله عقبال عندكم جميعا. عقبال عندكم. يلا يا بنتي احنا هنسيب الناس قاعدين وانت قاعده لوحدك. اسمعي ابتسمي. في واحده يوم خطوبتها يبقى التكشير على وشها كده شبريكي. ما انا مبتسمه اهو ياما. يمكن كنت مستنيه المنايل على عيني العمر كله. ما خلاص ياما وافقتلكوا على العريس المداه والبتاع كله لازم تقعدي تبكتيني بقى. طب اتفضلي. عاوزين نقول مبروك بقى. اقرا الاول يا عبد الجواد. تقرا ايه؟ امضي وبعدين تبقى تقرا. ده مشروع العمر. لا اصول برضه الواحد يقرا احسن الاول. انا اقرا الاول. البائع البائع ايه ده عبد الجواد؟ 300,000 جنيه عند التوقيع مش كتير؟ كتير ازاي؟ ربع المبلغ عند التوقيع؟ انا العمليه دي مش مطمن لها. شكلها كده نصبه وصاحب البيت شات ونصاب وانت كمان نصاب ويلا انت هو من هنا. يلا يا حبيبي يلا يا اخويا بلاش مفيش شاي كمان. قوم انت هو من هنا. قوم يا حرامية. يلا يا حبيبي انت بتنح ليه؟ يلا يا اخويا يلا ما تنحش معايا. انت رايح فين؟ ما تنحش. يلا اتفضلوا مع السلامة. يلا مستنيين ايه؟ الأستاذ فريد الغطريفي. أنا فريد الغطريفي. حضرتك الأستاذ فريد الغطريفي؟ أيوة أنا الأستاذ فريد الغطريفي. طب اتفضل معنا حضرتك. اتفضل معاكم فين خير؟ معايا أمر بالقبض عليه. بالقبض عليا انا؟ ليه؟ محمد عز المحامي حاضر عن المتهم. متهم انت راخ؟ استنى لما اشوف ايه الحكايه. في ايه يا حضرتك؟ هتعرف كل حاجه في النيابه. نيابه؟ نيابه ايه؟ لو سمحت اتفضل معانا. نيابه ايه يا عبد الجواد؟ انت ما بتشربش حاجه ساعه ليه طيب؟ نيابه يعني. وبالاطلاع على المختار اتضح انه المطلوب فعلا هو اسمه فريد ابراهيم الغطريفي المواليد الاسكندريه قسم محرم بيه. وعلى هذا الاساس قررنا حبسه 4 ايام لحين. حبس 4 ايام؟ حبس 4 ايام ده ايه؟ يعني كده هو اللي احم ولا دستور؟ مش عارف ايه الحكايه الاول. جرايه فريد 9 سنين نسيك اللي عملته ولا فاكرنا احنا نسيناه؟ الله. تنسوا ايه وانسى ايه يعني؟ انا مش فاهم حاجه. في حكم غيابي صادر ضدك بالاعدام. اعدام؟ اعدام. اعدام اعدام اللي هو يعني تحب افكرك الحكم ده كان ليه ولا افتكرت؟ الرقاصه اللي قتلتها؟ نوال. نوال؟ انا قتلت نوال؟ نوال مين؟ نوال مين؟ واعدام ايه بيه؟ أنا محمد عز المحامي حاضر على المتهم. يا عم في عرض جاه النبي تتنيل وتسكت. بقول لك إعدام ورقاصة تقول لي متهم؟ بتعمل إيه؟ أفندم خدها شاويش على الحجز. يا ابني خدنا على فين؟ حجز إيه؟ اتفضل قدامك. أوعى ما تقول له حاجة يا بيه أحسن يصدق إن هو. اتفضل. اتفضل ما تقول حاجة. محمد عز المحامي حاضر على المتهم. اسكت ده على أخوك. وده اللي أنت فارق فيه. محمد عز المحامي. هنشتغلي ده نشتغل محبابي عبد الجواد. امشي يا شيخ. احنا ما عليناش حاجة بالمرة. احنا بعيد عن كل شبهة. لازم اعصابكم تبقى زي الحديد.
والا هنروح في داهيه كلنا. احنا ما عملناش حاجه واحنا مالنا؟ انتوا بتخرفوا؟ شعبان زلق نفسه هيروح فيها؟ هتبلغ علينا؟ شعبان ايه يا معوري؟ شعبان انتهى من الوجود خالص. واللي اتقبض عليه فريد كل الاوراق بتثبت كده. اه مظبوط. الثبات مطلوب. انا شخصيا هروح له الحبس عشان اخبر اعصابه. فريد قريبنا، لازم نقف جنبه في الورطه اللي هو فيها. بيئه الرقاصه بقى تبقوا عارفين انه قاتل الرقاصه وتغرزوني فيها. ما يهمكش، جمد قلبك. اجمد قلبي لحد امتى؟ لحد ما الاقي عشناوي يطير رقبتي؟ ولا هيطيرها ولا حاجه. المحامي عامل معارضه وهيعينه محاكمتك تاني. محاكمتي تهمه ايه؟ تهمه قتل الرقاصه؟ طبعا. ده ايه؟ هو انا قتلتها؟ هو انا حاطها خالص؟ يا فريد هتتعدل. هتتعدل؟ هتتعدل لغايه امتى؟ تكونش الجدع اللي جالي ده هو فريد؟ أنهي جدع؟ واحد جالي كده بناء قال انه فريد. انا افتكرته نصاب. يبقى فريد عايش. هو فريد يبقى عايش ما ماتش. يا فريد ما تخليش الصدمه تهزك. اقول لك فريد عايش تقول لي يا فريد؟ انت بتتكلم عبيط ولا عبيط؟ انا يا عم هعترف. يا روح ما بعدك روح. انت اخينا اللي بره. عايز ايه؟ انا عايز اعترف لوكيل النيابه دلوقتي اهو. يا فريد يا فريد. انا فريد بلا زفت. انا عايز اقابل وكيل النيابه دلوقتي اهو حال. هجيب لك وكيل النيابه منين دلوقتي؟ الصبح ان شاء الله. اتفضل معايا على الحبس. يا سعاده البيت، انا عمري ما كنت فريد. انا شعبان، واد غلبان تافه من عامه الشعب. ما اعرفش حاجه. اقتل ازاي؟ ده انا ما اعرفش اتفرج على فرخه مذبوحه. جم قالوا لي اعمل فريد عشان خاطر حكايه الورث والفلوس، انما انا شعبان وجاي واحد بدقن كده هو فريد الغطريفي. انا عمري ما كنت فريد، انا شعبان. ما تقول يا عم جواد. لا حول الله يا رب. اقول لك قول له اللي انا شعبان تقول لي لا حول الله يا رب. قولوا لي يا ست نرمان، قولوا لنا يبقى مين؟ اهدى يا فريد مش كده، اهدى. فريد مين؟ تقول لك انا شعب مجاوري. قول له يا مجاوري يبقى مين؟ قول له. ساكت ليه؟ ايوه انت اللي تعرف كل حاجه. قول لهم بقى انا بقى مين؟ انت كريم يا رب. يا انت حليم يا رب. هو اللي طالع عليك كمان ده يا سعاده البيت. اسمع يا فريد، احنا واخدين على الورطه دي كويس. انت عايز تفلت من عداله؟ خد اشويش على الحبس. حبس ايه؟ حد تجديد المحاكمه وتأييد الحكم. لا حول الله. اتفضل اتفضل روح يا اخوانا. انا شعبان. اتفضل. انا شعبان يا اخوانا، حرام عليكم. يا مؤاخذة يا شويش، انا عايز اروح دورة المية. وده وقته؟ امال وقته امتى يعني؟ حبك دلوقتي عايز اروح. اتفضل يا سيدي. زينب انا واقع في عرضك. ليك عين تكلمني بعد اللي شفته بعينيا؟ امشي خالص، امشي بعيد عني. يا زينب ده مش وقته، انا حياتي على كف عفريت. احسن خلي عمايلك البطاله اللي في مصر دي تنفعك. عمايل بطلت ايه؟ انا محكوم عليها بالاعدام. يا خبر اسوس، حتى البصمات؟ حتى البصمات يا زينب، حتى البصمات. حتى الدين ورطه. ايه ورطه بعقل؟ طب والحل ايه؟ مفيش حل غير ان اروح الاوضه اللي انا كنت ساكن فيها ادور على اي اوراق تثبت ان انا شعبان. ليه عملت في نفسك كده يا شعبان؟ ليه استعجلت ليه؟ هي الدنيا تحلو ولا بشقاها؟ هو ده وقته يا زينب. يلا يلا شوف اي ورقه ولا اي حاجه.
ايه ده؟ امال فين القفل اللي كان على الباب؟ ده مقفول من جوه. كان حد سكنها غيرك؟ سكنها غيري ازاي؟ عاوز حاجة؟ حلو قوي، أنا اللي عايز حاجة. دي أوضتي. أوضتك إزاي؟ أنا اللي مأجرها من صاحبة البيت. مأجرها إزاي بقى؟ طب وحاجة اللي جوه؟ هتتضايق يا شعبان، حاطط قفل على الباب وسايب الأوضة واقف. يا ستي أنا مش لسه مأجر الأوضة لغاية دلوقتي. مأجرها وقافلها، وغيرك مش لاقي حتة يتوى فيه. هو أنت وزارة الإسكان؟ مصلحة الهواي العاجل؟ أنت مالك؟ نكملة لما تململة، إن ما كانش عاجبك أعلى مدخلك اركابه. في 60 دقيقة الأوضة، أنا عايز الحاجات بتاعتي اللي كانت جوه. حاجات إيه؟ شوية الكراكيب. يا ست أنا حر، حاجاتي ولازماني، كل واحد حر في كراكيبه. ريحتهم للساعة الربع بيكي. يا سلام، وأنت يعني من حقك تبيع حاجة غيرك؟ إيه؟ أمال إيه يا ضناي؟ أمال آخد الأجرة منين يا ضناي؟ يما، يلا يا شعبان مفيش فايدة، خلاص يا أختي عادي بالعافية. يعافيكي يا أختي. كراكيبه، الكراكيب إيه؟ كراكيب إيه يا أبو كراكيب؟ تعال تعال. يا ابني انت مولود من زمان قوي. من زمان قوي ده ايه؟ انا على الاقل مولود بعديك ب 100 سنة. صفحتك مش موجودة، ومفيش ما يدل على انك اتولدت. ما يدل على انك اتولدت؟ ما انا قدامك اهو. يا ابني انا قدامي اوراق بحكم من وقعها. وقعها ده ايه؟ يعني انا ما اتولدتش؟ يعني انا مش موجود؟ موجود مش موجود، انا ليا الدفاتر اللي قدام. واتفضل بقى يا سيد خلينا نشوف شغلنا. اثبت ازاي ان انا شعبان؟ اثبت ازاي؟ يلا على الاصلاح. امشي اطلع بره يا ماشي. امشي ماشي يا فندم ماشي، بس يا سعاده البيه اخرس خالص. اوراق ايه اللي انت بتسالني؟ انت كنت اتثبت عشان يبقى لك اوراق. طب يا فندم اي وصله سعاده البيه بس يثبت ان انا شعبان؟ اخرس، مالكش عندنا اوراق، انت مليوميه يا حبيبي مليوميه. فاكر الكرافطه اللي انت شديتها؟ معقول؟ دي احلى جرافطه شفتها في حياتي، انت لسه لابسها من ويها. انا يخوفوا بيا العيال. فشر فشر يا فندم، انت اصلك ما بتبصش في المرايه. بص في المرايه حضرتك هتلاقي ترافولتا قدامك، انت احلى من ترافولتا. انت بتقول ايه؟ طب مع السلامه، يلا يا حبيبي الطار، مفيش فايده يا فندم. ده انت ترافولتا يا فندم. معلش معلش، يلا مع الف سلامه. مفيش ورق يعني؟ لا مفيش. الجرافاته دي زي النيله، وانت لا ترافولتا ولا حاجه، انت برضه بيخوفوا بيا العيال. ما تزعلش يا شعبان ما تزعلش، ضروري هنلاقي حل. حل فين بس يا زينب؟ مالكش قرايب؟ مالكش حد من اهلك الطيبين؟ وانا كان ليا حد. ليه؟ ايه؟ خالته نفيسه. نفيسه ماتت. نفيسه ماتت، عاشت 92 سنة، ما تموتش الا النهارده. تعالي عالم يا هو، اثبت ازاي ان انا شعبان؟ انا عارفه دي حاجه بقت تحير، اللي ما سابولك ورقه واحده تنصفك يا شعبان. انا تعبتك معايا يا زينب. اخصى عليك، ازاي تقول كلام زي ده؟ تعالي اقعدي هنا. انا تعبت، انا حاسس ان انا تايه. زينب انا ماليش حد غيرك في الدنيا دي. يعني هو انا اللي ليا حد غيرك يا شعبان؟ المهم دلوقتي هتبات فين؟ مش عارف. لا ما هو انت لازم تلاقي حته تستريح فيها وتتدرى عن انظار البوليس، زمانهم دلوقتي بيدوروا عليك. هو البوليس عارف مكاني هنا فين بس؟ ايه برضه يا شعبان دول لهم طرقهم. على رايك. اسمع. ايه؟ تجيش اخبيك في السطح بتاعنا؟ ايه بايخه؟ طب اقول لك حاجه، عارف الست اللي كانت ساكنه جنبك؟ بقول لك ايه؟ انا هنفذ ريبه البهايم بتاعه الاصلاح. تنم على البهايم؟ مالهم البهايم؟ اصحابي عارفيني من ايام ما كنت بشتغل معاهم في الاصلاح. يلا يلا روح انت، مع السلامه وانا هتصرف. طيب. يلا زينب يعني يلا. على الزريبه؟ يلا مع السلامه وانا هتصرف عشان ما يقلوش عليك في البيت. طب مع السلامه يا شعبان. مع السلامه يا زينب، مع السلامه. معلش يا اخوانا. هتضيفوني الليله دي. مش عايزكم تتضايقوا. ما تعملوش تكليف. والله انا بحسدكم على اللي انتوا فيه ولا على بالكم حاجه.
واكلين واكلين، الاكل يجي لكم لغايه عندكم. مش كده؟ ولا في حقد ولا فيه تصارع، والمكان اي حته تناموا فيها، مطرح رجليكوا تناموا على طول. لا شقه اربع اوض ولا صالون ولا سفره ولا مطبخ ستانلستيل ولا موكيت من الحيط للحيط. الله ينعل ابو الفلوس. ما كنت عايش كويس يا شعبان، كنت عايش كويس، انت اللي جبت لراحتك. يا اختي يا اختي خد ابنك وخش جوه. ليه؟ عشان ما عملتيش الورقه. راح فين يا زينب؟ واحده صاحبتي يما في المستشفى راح اودي لها الاكل. بالليل كده يا بنتي لما يشوفك خطيبك وانت خارجه بالليل كده يقول عليك ايه؟ خطيبي؟ اه قرطوا لي الوز. طب يا زينب لما يجي ابوك يعرف شغله معاك طولي بالك عليا. يا اختي خيلتيني الدور اخرى. خد ابنك وخش جوه يا اختي. قطيعه الخلف واللي بيخلفوه. شعبان مين؟ زينب. ايه خضيتك؟ لا ابدا يا زينب. ايه اللي جرى دلوقتي؟ كنت هسيبك تنام من غير عشاء. يا حبيبتي يا زينب تعرضي نفسك للكلام علشاني؟ لو حد شافك معايا في الزريبة في بلدنا دي تبقى كارثه. ولا يهمك، المهم انت هتعمل ايه؟ مش عارف مش عارف يا زينب. بقول لك ايه، انا لو كلفتك بحاجه خطيره تعمليها؟ انا عشان خاطر عيونك اعمل اي حاجه في الدنيا يا شعبان. اروح في 60 داهية. طيب طيب انا عايزك تروح الفيلا بتاعتي اللي في مصر، هقولك على مكان الفلوس، تجيب اللي تقدر عليه والتاني الجاي. هي الفلوس هتنفع بيها يا شعبان؟ هتنفعنا في الحوسه اللي احنا فيها دي يا زينب. وانت هتفضل هربان على طول، انت لازم تشوف لك حل. طب ايه الحل؟ مش عرفني بس. وانا كمان مش عارف. كابوس كابوس يا زينب. قومي قومي روحي انت دلوقتي. قومي مش عايزه اسيبك. انا كمان انا كمان يا زينب. ما نجيب قبله في الحوسه اللي احنا محدثينها دي. يا شعبان يلا. الله، مش الصوره دي للجدع اللي اسمه شعبان؟ ايوه هو ده. مش معقول يا ابني. الايه في ايه؟ تصوروا ان اسمه فريد مش شعبان. مش اسمه فريد، اسمه شعبان يا جدع. انا بقول لك اللي مكتوب قصادي. انت هتيجي اسال الحكومه؟ الحكومه تعرف اكتر منك ومني. هو الجرنان بيكذب؟ ما دام بيقول اسمه فريد يبقى اسمه فريد. هو عمل ايه؟ ده قتل قتل واحده رقاصه. بقى كان عايش معانا ومسمي نفسه شعبان وهو اسمه فريد. ده مجرم خطير. الغريب انه كان معايا امبارح وقال ايه؟ بيسال على ورقه. التاريخ. صباح الخير. نشكركم على حسن الضيافة. ازيك يا متولي؟ اهلا يا شعبان. فريد ده فريد يا رجال، فريد اللي قتل الرقاصه. امسك يا علي، اجري يا علي، علق عليه. ما انا هقول لكم، هقول لكم كل حاجه. استنى بس، ده فريد اللي قتل الرقاصه. رقاصه مين؟ انا هقول لكم على كل حاجه. انا حدث الوكيل انا وانت يا راجل. هقول لك على كل حاجه. انتوا اصلكم ما انتوش فاهمين اي حاجه. انا هقول لكم قدام حدث الوكيل. انا هقول لكم على كل حاجه. ايوه طيب عال اهو البهل.
انك شعبان. يا بيه انا شعبان فعلا، الموظف الزهرات اللي اشتغلت معاك 4 سنين، ما انتش فاكر لما كنت بهساك واشدك من كرافتي؟ انت سيد؟ سيبك من الكلام ده كله، انت اسمك فريد وصورتك في الجورنال ايه؟ الجورنال هيكذب. ايوه يا حضرة الوكيل، بس سيادتك مش واخد بالك، ما ده شعبان اللي كان موظف عندنا، انت ناسيه؟ انا هشرح لك اصل حصل يا الله. بنتي سيبك من الكلام ده، ما توديش بنفسك في داهيه، ده مجرم يا اخويا. انا شعبان. يلا 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 خدوها على استعمالي. الحلويات الفاخرة، الفاليرو، الفاليرو. قريت المكتوب في الجرنان؟ قريته. جالك كلامي؟ ما كانش لازم تجازف وتيجي مصر. مجازفة ايه؟ بالعكس، انا دلوقتي في امان. النصاب اللي انتحل شخصيتي واخد ثروتي اخد معاه الحكم بالاعدام. افرض واحد شافك ويعرفك؟ اطمن، لغاية ما سافر مش هخرج من هنا. نادي على الشهود. الجدع ده جاني من 4 سنين. هو مين؟ هو ايه؟ معرفش. لكن بقى تطوراته كانت غريبة. وأول ما شفته كده قلت الواد ده مخبي حاجة. هي ايه؟ معرفش. لحد بقى ما قرينا حكايته في الجرنان وعرفنا كل حاجة. هو قال ليني إن اسمه شعبان وعرفناها على كده، إنما أصله فصله العلم عند الله يا سعادة البيت. والجرنان بيقول اسمه فريد. والاهرام ما يكذبش يا سعادة البيت. ما كانش بيدفع أجرة أبدا. يا ستي خلينا في موضوعنا. أمي قالتها لي كلمة حكمة، مالكيش دعوة بحاجة. يعني يا ولاد توديني في داهية علشان أمي قالت لك مالكيش دعوة بحاجة. إيه؟ وأنا مش عارف إن كنت رمضان ولا شعبان، وأنا كنت دخلت سريرتك. هو قال لي اسمي شعبان، شعبان شعبان. يا حضرة الأرض، الله نسيك. إحنا ورانا عيال، مش عاوزين مسؤولية. ده شعبان ولا مش شعبان؟ الله اعلم. انت هتلا سعادة البيت. طبعا فريد. احنا حنتوح عن فريد الغطريفي. ده فريد ابن المرحوم الغطريفي بيه، طول عمره متربي معانا. انا فريد برضو يا مغاوري. يا مغاوري يا مغاوري يا ابن المغاوري. لسه مش عارف ايه الحكاية. تعرف الشخص ده؟ الشخص ده محكوم عليه بالاعدام. يا ما انت كريم يا رب. كل ده كلام فارغ، ده شعبان. انا متأكدة انه شعبان. فريد ايه هو رقصت ايه اللي هيقتلها؟ هو ده يعرف يقتل بورس؟ هو شعبان، انا متأكدة انه شعبان. وسيادتك بقى متأكدة منين؟ هي الناس بتتأكد من الناس ازاي يا اخواتي؟ هو شعبان وخلاص. ترفع الجلسة نصف ساعة للاستراحة. وبعدين يا استاذ هيضيع بالشكل ده، مع اني والله 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 متاكده انه مظلوم. وانا كمان. طب ساكت ليه يا استاذ؟ ما تقول لهم. مش هيصدقوني، لازم اجيب لهم دليل. دليل؟ ده احنا غلب حمارنا. هو في خيط، لكن خيط ضعيف شويه، انما هو امل وكله متوقف على انه يكون شعبان ما بيكذبش. والله ما بيكذب، والله العظيم ثلاثة ما بيكذب. أنا هحاول أأجل القضية شوية على قد ما أقدر عشان نكسب وقت. هذا بالإضافة إلى أن جميع الأوراق الرسمية تؤكد بطريقة حاسمة أن الذي أمامنا هو فريد وليس شعبان. ورحمة أمنا شعبان، شعبان. إذن كيف يؤكد جميع الأقارب أن الذي أمامنا هو فريد؟ يا سعادة البيه، يا سعادة البيه، دول نصابين، هم غرروا بيه وجم قالوا لي اعمل فريد الغطريف. انا ماليش دعوه، انا شعبان. هم عملوا كده عشان يهفوا الفلوس، وانا كمان لهفت الفلوس. ما انا لهفت شويه وهم لهفوا شويه، يعني انا نصاب. الحكومه تاخد اللي ليه، تاخد اللي ليكم، وانا نصاب. احبسوني بس هات لي. انا مهتم. اصل جالي واحد، انا هقول لحضرتك، جالي واحد اسمه فريد الغطريف. انا عرفت ان هو فريد الغطريفي لما عرفت الحكايه بعد كده. كان عايز يتنصص معايا. انا ماليش دعوه، انا غلبان. عبد الجواد ده ياكل مال النبي، وعلى راي من قال لا تكن اداه في ايد من يغرروا بيك، وعلى راي شاعر الربابه سابوا البردعه يا ابو زيد ومسكوا الحمار. وانا حمار، انا حمار يا اخوانا، انا حمار.
سيد الرئيس، واضح أن موكلي مصاب بلوسة، فأرجو تحويله إلى مستشفى الأمراض العقلية للتحقق من ذلك. اسم سيادتك؟ ما هو موجود عند سعادتك، يوسف يوسف نور الدين. في حاجة يا فندم؟ استنى شوية. فاضل معنا الاسم اللي انت عطوله يقوله هناك. طب نفسكم معنا؟ فضل. شعبان شعبان مبروك يا حبيبي، خلاص المشكلة اتحلت. مسكوا فريد الغطريفي في المطار، ومسكوا كل اللي شهدوا ضدك زور، ورموهم كلهم في السجن. خلاص يا حبيبي، مسكوا الحمار وسابوا البرداع. شعبان شعبان شعبان. مين يا شبه؟ انا فريد، فريد الغطريفي. تجننت ولا ايه؟ ايه يا شعبان، احنا مش اتفقنا انك تعمل الحركات دي عليهم هما؟ ولا تعملها عليهم ليه؟ ما خلاص المشكله اتحلت. اسمع، انت مش كنت عايزهم يحاكموك بتهمة النصب؟ ادهم يا اخويا هيحاكموك بتهمة النصب، وتخش السجن سنتين تلاتة ويتلم شملنا بقى يا شعبان. يعني احلى اداني. طيب مع السلامة يا شعبان. مع السلامة يا زينة. سلامة، خلي بالك من نفسك. امان عليك يا زينب، كل مغربية وحينما يميل قرص الشمس الدامي بين الأطلال اذكريني. إيه زي فتح حمامة بالظبط. وأنا زي عمال حمص. مع السلامة. مع السلامة يا زينب.